وهلأ مع فقرتنا المميز فرح، ضيف غالي على قلوبنا وعلى شاشة الإخبارية أكيد، على إيقاع موسيقى حكاية درامية وقصص بقيت بالذاكرة لتبوح بروايات وشخوص وتوثق أحداث وتصبح هوية ترافق العمل الدرامي. ضيفنا استطاع أن يجعل من موسيقاه هوية خاصة، هوية بعالم الدراما، فاستحق التكريم ضمن حفل تكريمي للموسيقار طاهر ماملي، الضيف العزيز على صباحنا. غير يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح عليك. يسعد صباحك لكل الساده المشاهدين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شكرا. كيف حلب قبل ما نفوت بالتفاصيل؟ والله كنا بنتمنى تكونوا موجودين معنا لتشوفوا قديش فعلا جمهور حلب بيميزوا انه حقيقه بيسمع منيح. حفل كان جماهيري، دعوه عامه، بس بالمقابل كنت عم شوف جمهور فعلا يستسيغ الطرب كما ما هو مشهد. كنا عم نتفرج عليهم على الشاشة وغيرانين عم نشوف وعم نقول قديش حلو، قديه فعلا بيلبق لنا الفرح، وقديه كل حفلة عملتوها بمكان كان في فرحة كبيرة عن جد. وأهلنا بحلب كمان تعبوا غير من الحرب، مثل ما كلياتنا تعبنا، تعبوا من الحصار وصاروا متعطشين للفرح من ناحية، ومن ناحية تانية لا تنسي أنه الأعمال الدرامية مثل ما تفضلتي ارتبطت بذاكرة العالم بالوقت اللي كنا نحن عايشين حياة يعني مريحة بعيدة عن طوابير والدور صح. فصرتي بتشوفي انه لا، العالم محتاجة لهالمنفس هاد لحتى يعبروا عن فرحهم، انه الانتصار انتصرنا بس نحن محتاجين للفرح للغناء، حاجتنا تعب. فعلا سلمى، حاجتنا تعب، مجرد احنا نسمع غنية موسيقى فهي تكون حلوة وراقية اكيد بتنشلنا من هذا العالم يلي فيه ظروف وفيه ضغوط وفيه كتير صعوبات اكيد لكل العالم دون استثناء. مايسترو رح نفوت بالتفاصيل، لكن خلينا شوي نرجع نحنا بالمايسترو شوي بالوقت وبهي الخبرة والسنوات الطويلة. الهوية الخاصة للمايسترو طاهر اليوم كيف بتحسها موجودة وهوية وبصمة بكل عمل حضرتك موجود فيه؟ يعني مثل ما بتعرفي انه كنا عم نحكي عن تألق الدراما، نحن فنحن كنا عم نعمل مشاريع موسيقيه غنائيه. هلا انا تعبت كثير من دائما بقول انه خلونا نوجد مؤسسات لرعايه هذا الحقل الابداعي الفني اللي هو الغناء والموسيقى كرمال العالم ما تطفش نحو لقمه العيش. هلا ما بقى نرجع نقول لانه يبدو ما في فائده، لانه من 10 سنين وانا عم بحكي وما استفدنا شيء. خليني اقول انه على الأقل الموجودين نقدر نحافظ عليهم من خلال أنه نقدمهم للناس يسمعوهم. يعني أنا محتاج لكل كاميرامان، لكل منبر ميديا لحتى يضوي لي هالقامات هاي كرمال أنه على الأقل أهل البلد يتعرفوا عليها. من خلال الدراما نحن قدرنا نوصل بمشاريعنا الموسيقية وراء الشاشة. اليوم لما عم نقدم هاي الحفلات عم نرجع منحرك ذاكرت والنوستالجي تبع الناس اللي حبت الأعمال وحبت ذاك الوقت. أوقات أنت كتير بتكوني عايشة لحظات سعيدة بتربطيها بأغنية تماما، فكيف إذا سنوات سعيدة كانت موجودة بهالبلد وإن شاء الله بترجع مثل ما كانت وأحسن. العالم ارتبطت نوستالجيا مع الزمان، وبنفس الوقت عم تشوف أنه لا، هدول المغنين هدول الموسيقيين اللي على المسرح هن الحقيقة شيء بيفرح القلب، قامات حلوه كثير، اصوات حلوه كثير، بجوز ما بنعرفهم، بجوز هلا اذا بعد لك كل الاسماء اللي كانوا عم يغنوا تقولي لي ما عرفت ولا واحد منهم. للاسف لانه ما عندنا ماركتينج لهم. الموسيقيين اللي معي على المسرح كانوا عالميين بالمعنى الحرفي، ولكن انا ما بقدر طول الوقت اكون انا منبر لهؤلاء. نحن برجع بقول لك نحن محتاجين انه نتساعد كلياتنا كرمال انه في عندنا ثروه حلوه كثير فنيه، خلينا نقاتل فيها العالم. مايسترو دعمت كثير من الشباب والاسماء الجديده والوجوه الشابه، كمان كنت انت داعم كثير لهم. المشكله ماني مؤسسه انا ضلني عم بدعم. هذا دورنا يمكن مايسترو، يعني نحن دائما بنقول نحن عم نضوي بقدر المستطاع بوجود حضرتك معنا على شاشه الاعلام بمثل هذا الحفل اللي انعمل كتكريم لحضرتك وللموسيقيين اللي كانوا مشتركين من وزاره الاعلام، انه هذا دورنا نحن نضوي لنقول مشكورين جدا على ذلك. بس لا يكفي. تماما، عندنا جزء كبير موجود بتوليفه الدراما السوريه اللي نجحت، ما بيتجزا، يعني اليوم لما نقول بقعه ضوء ما كان بس الفنانين والسكتش، كمان الموسيقى التصويريه. انا هلا لما بسمعها مين بيغنيها؟ معلش اسالك، مين بيغني بقعه ضوء؟
أنا بتذكر يمكن ليندا بيطار أو أوشو، كنيتا أوشو. ديما أورشو. بتعرفي انه ديما أورشو انا عم بسألك لانه فعلا في ناس ما بتعرفها كثير، كثير ناس ما بيعرفوها. هي مغنيه عالميه اليوم على المسارح العالميه. طب انا عندي حقيقه ثروه كثير كبيره موجوده اليوم، مثل ما ذكرتي ليندا بيطار او اسماء كثيره، كل اللي غنوا الحقيقه اصوات مميزه جدا. ابراهيم بيطار اكيد ما حدا سمعان فيه، يمكن بمدينته بحمص او حتى يعني عدد محدود جدا من المتابعين عم بعطي على سبيل المثال، ولكن هو وبقية المغنين حلا وريتا ولبنى وأليسار عم عدلك أسماء حقيقة قامات كبيرة. أنا برأيي ما في عندها لا محطات ولا شركات ما عم تقدر تسوق لها. أنا عم حاول، أنا ماني مؤسسة مثل ما قلت لك، عم حاول وهنن عم بيحاولوا، يعني حرام بالأخير إذا ما لقوا النافذة هي يقدروا يصلوا للعالم بدهم يضطروا يطلعوا لبرا. وهلأ نحن ما بنفوت بشائكة من الصبح تبع أنه الناس أخذت إقامات ذهبية والناس صح وصار عليها جدل وطلقت من حاكم العالم ومن خوّن ومن نعطي شهادات، قصة طويلة عريضة فما بنطوشكم فيها من الصبح. اللي أنا بدي أقوله أنه نعم، على قدر الإمكان من هذه الحفلات قدرنا ننقل للناس شيء حبوهنن وقدروا يشوفوه على المسرح مثل ما كانوا عم يسمعوا أكيد. ورا الدراما اكيد. مايسترو مستمرين بحديثنا جميل معك، ولكن رح نروح لاستوديو الاخبار لنطلع على اخر المستجدات اللي عم تشهدها الساحه السياسيه محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. ويسعد صباحك شيرين. صباح الخير سلمى، تحيه لك ولضيفك الكريم. مشاهدينا موجز لاهم الانباء بعد هذا الفاصل. اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية والصاروخية على بلدة تلمنس بريف إدلب. وأوضح مراسل الإخبارية أن القذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال التركي سقطت في بلدة تلمنس ومحيطها بريف إدلب وخلفت أضرارا في الأراضي الزراعية وبعض الممتلكات. وكانت أيضا المجموعة الإرهابية استهدفت بقذائفها قرية جورين بريف حماة ما تسببت بأضرار مادية. اعتبر وزير خارجية النظام التركي خلوص أكار أن القوات التركية التي تحتل أراضي ليبيا ليست قوة أجنبية. وقال أكار خلال زيارته مقر قيادة ما يسمى مجموعة المهام التركية في إدلب، قال إن القوات التركية في ليبيا هي مؤشر على الصداقة والتضامن مع ليبيا بحسب تعبيره. وزعم أكار بأن قوات الاحتلال التركي جاءت بناء على دعوة من ليبيا وتؤدي أنشطتها في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية. انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا أعمال الجولة السادسة من مفاوضات أحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 التي تندرج في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الهادفة إلى عودة الولايات المتحدة إليه وضمان التنفيذ الكامل والفاعل له. وكان مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني إلى المفاوضات عباس عرقجي استبق وصوله إلى فيينا بوصف العقوبات الأمريكية على إيران بأنها إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية. أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الكريملين علم بخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد مؤتمر صحفي منفصل بعد اللقاء الذي سيجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال المتحدث باسم الكريملين أن ذلك على ما يبدو ممارسة اعتيادية للرئيس الأمريكي، مضيفا أنه من المقرر كذلك أن يخرج الرئيس بوتين بشكل منفصل للقاء الصحفيين والإدلاء بتصريحات بعد الاجتماع مع بايدن. وهذا من المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي مع نظيره الأمريكي يوم الأربعاء المقبل في جنيف لبحث العلاقات الثنائية المتوترة وعدد من القضايا الأخرى. نهاية الموجز والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين، وأكيد مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير بلقائنا أكيد المميز مع المايسترو طاهر.
صباح الخير مايسترو. قبل ما نكمل كمان حديثنا بدنا نروح لفقره كثير حلوه ونتابع كيف كانت اصداء الحفل والحفل بدار الاوبرا اللي بيضم العديد من الاعمال الموسيقيه اللي كلياتنا بنحبها. نتابع مع بعض. بالنا نحكي سرحانين بالموسيقى وانتقلنا هيك بين سنة وسنة وعمل وعمل وشخصيات وشخصيات. قد ايه فعلا هذا الانتقال حسيت فيه بالجمهور اللي كان موجود بهذا الحفل؟ حقيقة مثل ما قلت لك كنا عم نحكي قبل الموجز انه كثير اوقات العالم تربط الذاكرة بأغنية بقصيدة بلوحة، فنشكر ربنا انه نحن قدرنا نصل للعالم بالوقت اللي كانت العالم هلا ما عم يشوف هاي القصه، انه فعلا تلاقي شوارع فاضيه عم تحضر مسلسل. هلا بجوز الشوارع فاضيه ما في بنزين، بس انه بتمنى انه نرجع نفضي الشوارع على لوحه فنيه، على عمل درامي، على اغنيه. فالعالم كثير اوقات مثلا التغريبه الفلسطينيه، الزير سالم، كل هاي النوستالجيا اللي كنا عم نحكي عنها ارتبطت باوقات حلوه بالنسبه للناس. حقيقة حتى بحلب وهون بدار الأوبرا كنت أنا مبسوط من التفاعل الجمهور، في أحيانا أغاني كانوا عم يغنوها أهل الغرام عم يطلبوها كمان رائع. فكانوا طول الوقت إنه يعني برجع بقلك نحن ما قدرنا نسوق للناس هالأغاني هاي، إنما هن راحوا عليها لأنه ضمن هاي الاحتفالات وهي الفرحة اللي عم نعيشها كان في نوع شعبي خليني أقول وللناس وجماهيري وطبل وعلى الاول ودق له وشو بدك، وانا بشبك على الاول معهم. فرحانين الناس كانت. بالمقابل عملنا للاوركسترا السيمفوني بقياده المايسترو ميساك وللفرقه الوطنيه مع الاستاذ عدنان فتح الله، عملنا شيء ما بدي اقول لك للنخب، للناس اللي حبت تفرح بطريقه خليني اقول الوجدان بالعقل، وللغرائز حطينا لهم هلا الطبل والزمر دبكنا كلياتنا بالنص بيناتهم اللي هو بيحرك العقل وبنفس الوقت العاطفه. يعني انت بتشوفي الناس قاعده مغمضه عيونها عم تتمايل وبنفس الوقت هي منسجمه، يعني عقلها وقلبها عم يشتغلوا بالنص. هاي المساحه نحن كنا عم نقدم لهم
هالمادة اللي كنا عم نحضرها. يا ريت كنا عم نسمع أكثر أحسن من الحكي، لأنه أنا ما بعرف أحكي. مايسترو، بدنا نعرف آرائك عن كثير من المواضيع، بس عم نحكي نحن عن موضوع كثير حلو، إنه نحن لما بنسمع الموسيقى لكثير من الأعمال الدرامية، قديش لما بنرجع شوي بالذاكرة وبترتبط هي الذاكرة فينا يمكن بالمكان بالأحداث، إلى خصوصية يمكن كل شارة لحالها، فقد مهم اليوم إنه نسمعها نحن إن كان على مسرح دار الأوبرا أو بقلعة حلب أو بأي مكان كمان إله خصوصية، لحتى نعيد ذاكرتنا لهي الأيام الحلوة يلي مرقنا فيها كلنا. ايه يعني نحن ما فينا كمان ما نقول انه نحن عايشين فتره صعبه ما حدا تحمل، ولا اي حدا بالكره الارضيه تحمل الحرب 10 سنين بهالقسوه هي. صح. وبالتالي اغلب اذا بدك اغلب الناس كانوا يقولوا لي انه رجعتنا باحساسنا لما قبل الحرب. تمام. بمعنى نسيتنا هذا التعب لحتى نرجع نقول يا الله قد ايه كنا عايشين مرتاحين. اليوم بعد كل هذا التعب كل العالم هلا من جوات عم بتقول تستبشر بمرحله قادمه، هذا نحن عم نقدمه من خلال عملنا كرمال انه نزرع امل ليوم قادم، انه لا رح نرجع نعطيكم الامل والفرح والسرور، وان شاء الله هي بس الموسيقى والغناء اللي أكيد نجتمع عليها. اكيد استاذ طاهر، يعني شغف الانسان الحقيقي اللي جواته اللي بيروح للموسيقى بيروح باي وقت وبأي حالة نفسية، ومهما كان الإنسان متضايق وقت تسمعوا موسيقى بيروق بيهدى شوي، يعني لما قالوا إنه هي غذاء الروح هي فعلا غذاء الروح. خلال هذا الوقت اللي مرينا فيه وعشر سنين من الحرب، مثل ما قلنا هي أفرزت سلبيات بكتير مناحي، حتى للأسف بموضوع الدراما أو بموضوع الموسيقى، حتى صرنا نشوف على منصات التواصل الاجتماعي كتير أوقات أغاني أو موسيقى تأخذ صدى هي لا تستحق هذا الصدى، ولكن السوشيال ميديا روجت له. وانت كنت عم تقول التسويق، التسويق الصح بيعطي نتيجة صح بتعيش بالذاكرة، لأي مدى عم بتشوف انه نحن صرنا بهذا الزمن ايه في شغلات ملوثة اخذت حق اكثر من اللازم تاخذه؟ لا، كل الاغاني الملوثة اخذت حقها وزيادة كثير، والمغنيين اذا بدك اليوم انا كلنا النقب اللي عم نسمعهم اللي ما بنعرف اسمائهم ما شايفينهم، هدول بيستاهلوا يكونوا على المنابر الإعلامية، هدول ما أخذوا حظهم ودارسين معهد عالي ودارسين أكاديمية حمص للموسيقى. طب وبعدين شو بدي يساوي؟ مضطرين يشتغلوا بالملاهي الليلية لحتى يعيشوا، أو ما بعرف وين بدي يجنوا وينطوا لحتى يسمعوا. وبالتالي أنا معك أنه الموسيقى غذاء الروح، بس أي موسيقى عم نحكي؟ لأنه في كتير موسيقات غذاء الغرائز، غذاء احيانا بتكون الاغنيه الوطنيه غذاء الشعور الوطني عندك، بجوز انت عم تسمعي اغنيه وطنيه دمع عيونك، اغنيه عاطفيه تبكي، ولكن وفي اغاني بتخليك تقومي تنطي فوق الطاولات. وبالتالي نحن فعلا محتاجين للموسيقى التي هي فعلا غذاء للروح وليس فقط للجسد. تمام. قد ايه متأمل مايسترو يمكن بهدول الشباب عم نشوفهم نحن، يعني اعمارهم مانا كثير كبيره، خلينا نقول شباب بمقتبل العمر، فقد ايه اليوم متأمل فيهم بموهبتهم انه يصنعوا شيء؟ طبعا مع وجود الرعايه اللي نحن بنضم صوتنا لصوتك اكيد، انه نحن هي كثير مطلوبه اليوم لحتى ما نحتاج يمكن يروحوا يغنوا باي مطرح ما بيليق بصوتهم او بمكانتهم وبدراستهم. او بده يسافروا برا البلد مثل ما صار مع معظم الفنانين والموسيقيين والمغنين. من أسف حياتهم من الناس الموجودين معنا كانوا على المسرح، ناس عزفت على المسارح العالمية مثل الأستاذ كنان إدناوي، مثل الأستاذ طارق سكيكر وباسم صالحة، كلهم ما بدي أعدلك الأوركسترا كاملة، حياتهم بيستحقوا أن يأخذوا المكانة اللي تليق بفنهم وبتعبهم وجهدهم. أنا الرهان بالنسبة إلي أنه نحاول ما نطفشهم، نحاول أنه نقدر نوجد لهم على الأقل مثل ما قلت لك منبر يقدموا فيه شغفهم مشروعهم. يعني أنا مغنية أوبرا درست طول وقت حياتها الغناء الأوبرالي، طيب تقدر شوي تجي تغني شيء محترم يليق بالناس. أستاذة ليندا بيطار على سبيل المثال كل دراستها كانت وتعبها كرمال تقدم خليني أقول لك لون موسيقي غنائي يحترم الناس ويحترم العقل ويحترم الوجدان. طب ما أنا مضطر أبدا هي تنتج ألبوماتها وتدفع على المكياج وعلى اللبس، مفروض يكون في حدا عم سبونسر لهي القصة. إذا ما بدها تكون المؤسسات العامة على الأقل هي كمان، هلا بدي تحول بالنداء للمنتجين أخي استثمروا بهالثروات عن جد، اعملوا منهم بزنس وطلعوهم هن
برا عم يدفعوا لهم ملايين الملايين ليطلعوهم على منابرهم لاسباب سياسيه. وانت قلتي لي ما بدنا نحكي سياسي، خلينا نحكي فن. طيب وبزنس، لانه كل شيء مرتبط ببعضه، كل شيء مرتبط ببعضه. ما هي هي، وما فينا ما نربط راس المال بكل شيء، يعني اليوم نحن بدون انتاج ما فينا نعمل شيء، حتى الحفلات اللي عم تشوفيها، لو ما يكون عندي سبونسر انا ما فيني بقدم حفله بالمجان قد ما كنت، انا فيني اقدم شخصيا، بس ما مطلوب من كل الموسيقيين والمغنيين يحضروا بروفات لمده شهر وتعب، وبالمقابل بالاخير لهم شكرا يعطيكم العافيه اثبتوا انكم بتحبوا بلدكم. تمام. اليوم في حياه، في واقع عم يفرض، ما هن عايشين من وراء القصه. تماما. يعني في لقمه عيش بالاخير عم نقول على المينيموم ستاندرد انه تكون كريمه. اكيد. ويمكن يعني كنا عم نحكي تحت الهواء ماسترون، وقد ايه صارت هي الحاله مزعجه بهذا الوقت، صرنا نشوف يعني فنان له قيمه وله له له شغل وله تعب بهذا البلد ينعطى من، خليني اقول من شوي تعالم على الفيسبوك يتاخذ شهاده وطنيه له او لا، او ميديا يتم تناوله لاي سبب كان، هذا شيء مو مصرح فيه. يعني بدك اقول لك مو مزعجه، مؤذيه. تماما. لانه انت بالاخير اولادنا شو بده يسمعوا بالمستقبل؟ شو عم نغذيهم روحهم؟ على اي جيل عم نوعيهم كثقافه ذائقه؟ وهذا من الخطوره بمكان انه بالاخير انت بعد شوي رح يصير عندك جيل كامل ما نسمعان فيروز ابدا بحياته، وبتقولي له صباح فقري بيقول لك مين؟ الله يطول بعمره. اكيد الله يطول بعمره. يعني كمان مايسترو اليوم بما انه حكيت عن الجيل، عم نشوف في حاله بين الدمج بين الشرقي والغربي، في مدارس كثير من زمان اعتمدت الدمج اللي هو بيناسب خليني اقول منطقتنا العربيه بشكل عام، هلا عم نشوف لا، هلا عم نشوف الغربي بطريقه فجه، ويمكن نوع معين من الموسيقى ما بيلبق لنا، ما بيشبه هويتنا. بتحس انه نحن رح نفقد الهويه الموسيقيه بحاله هالدمج؟ يعني بحس انه نحن بامس الحاجه لمجلس اعلى للثقافه كرمال انه نرسم استراتيجيات، وهذا خطير جدا، وهذا اذا بدك دعوه لاصحاب القرار انه نحن نرسم استراتيجيات ثقافيه مثل ما بيعمل الغرب. خلينا نحكي بفكره المؤامره، معلش برات سياسي عم نحكي فن، لا تخافي، انه مثل ما عم يتآمروا علينا ثقافيا خلينا نصون انفسنا، ما بدي اقول نغزو العالم، على الاقل نصون انفسنا من خلال استراتيجيه لحفظ هويتنا السوريه. على الاقل انا عم بحكي عن الموسيقى والغناء، الشيء اللي شوي بعرف فيه، يعني انه يكون عندنا هويه واضحه الملامح ونحافظ عليها من خلال استراتيجيه، انه في اغاني هابطه معلش اتركوها للسوق، اتركوها للبزنس، اتركوها للناس لتربح، اما انا ما بدي اذي جيل كامل، ما بدي اذي هويه بلد عمرها الاف السنين من خلال غنية وحدة، وقادر التخريب يكون أسرع من العمار. يعني أنت شفتي أحجار عمرها آلاف السنين بلحظات فجروها ودمروها محونا إياها للأسف. قدي بدنا وقت لنرجع نعمرها؟ كذلك الثقافة والهوية، لأنه أنت بدك ترجعي تعمري جيل كامل، مهمة التربية، مهمة الثقافة، مهمة الإعلام. وبالتالي أنا بقول لما يكون في عندي مجلس أعلى بيرسم استراتيجية للحالة الثقافية، بنقول نحن شو ما بده ينعمل برا على الأقل جوات بيتنا محصنين. مثل ما بوجه تحية لكل أب وأم ببيتهم عم يجربوا يزرعوا شوية ذوق وثقافة وعلم بتربيتهم المنزلية، لأنه برات البيت ما فيك أنت تعملي كنترول على الحياة كلها، فيك تعملي كنترول على الأقل على بيتك. صح. نداء لسوريا الأم أنه تحافظ على أولادها اللي ببيتها من خلال مثل ما قلتي الغزو الرهيب تبع السوشيال ميديا مثلا. تماما مايسترو، بدنا ننتقل لحلب من بعد شوي عن الغزو، قلبك مليان وتعبان وبعرف شو حلب هي لها خصوصيه خاصه. يا ريت ما رجعنا والله. مره ثانيه بدنا نروح معك مايسترو، فخلينا شوي نحكي عن هذا الحفل اللي كان بحلب وشو حمل معه من رسائل محبه، رسائل سلام يلي مثل ما قلنا الناس تعبت، وخلينا نقول اخذت نفس عميق بهذا الحفل. ليكي انا قلت لك يا ريت ما رجعنا من حلب، لانه ما شبعنا الحقيقه، بقى بعجاله، كون انه دائما بيقولوا انه حلب ام الطرب وام الاكلات الطيبه وكذا، هذا دليل كمان على حياه رغيده كانت عم تعيشها المنطقه كلها، وبالتالي كان عندهم من الرفاهيه انه يرجعوا يستمتعوا وينبسطوا ويدوروا على اللقمه الطيبه والنغم. هلا
لما بنعرف نحن كلياتنا انه حلب بوقت الاوقات المي ما كانت قدرانه تشربها، بنقول قد ايه هن فعلا متعطشين لحتى يرجعوا ويقولوا يا الله رجعونا لحياتنا الطبيعيه. حقيقه جمهور اهل حلب كان كثير مميز، بحيث انه الحفل كان شعبي وجماهيري اذا بدك، ودعوه عامه ولكن نوعي. يعني هذا كان بفاجئ انه الجمهور كان جمهور نوعي. شلونك راضي عن شغله مايسترو؟ لا هو والله راضي انا لك لك صراحه، هي ما قصه انه عدم رضا، بالعكس انا وانما قراءه للواقع لحتى تقدري تكوني قويه على الاقل تستمري. نحن 10 سنين عم اقول لك تهددت اولادنا، تهددنا شخصيا، انا بدار الاوبرا انقصفت، بيوتنا، هذا بيخلق عندك جوا هشاشه اذا ما حصنتيها باشياء ثانيه بقناعات قويه اكيد تخافي على حالك. ولهيك بدنا نروح لرساله حب وسلام اشتغلت عليها مايسترو، خلينا هيك نشوف شيء خاص منه وبعدها نرجع نحكي. اقنعيها انه رضيان. رساله حب وسلام من الاندلس للشام. أيمن زيدان كمان وكل شخص كثير حلو كل حدا كثير حلو العمل، كان شريك معنا بهذا العمل الحقيقه، لانه مثل ما قلت لك انه كنا عم نشوف وعم نحس قد ايه نحن محتاجين لغناء المحبه وغناء السلام اكثر ما انه نضلنا عم نقول لهم فكوا الحصار وفك شيلوا عنا لا اسمعونا نحن بنغني حلو، نحن عنا تاريخ حلو، خلينا نقدم لكم اياه. هي كانت فرصه من خلال هذه التحيه، والإنتاج كان حقيقة لوزارة السياحة مع جمعية عين الفنون لنقدم رسالة من الأندلس للشام مع هذا الربط، وهو استكمال لرحلة الموشح اللي ابتديناها نحن بأصل العظم وجمعنا فيه من الأندلس كمان لسوريا، المغرب، تونس، كان كله مشارك مع لبنان، مع الجزائر، لا وصلنا لسوريا لنقول نحن هذا الخط الجغرافي
السياسي هو فني، ولا زالت اليوم الأغنية والموشح كما تغنى بالأندلس تغنى بحلب. نحن عم نرجع منذكرهم يا جماعة، نحن أصحاب غناء، ما لنا أصحاب حرب، وأتعبنا الحرب، بالعكس أعطونا مساحتنا لنعطي للدنيا كلها السلام، لأنه محتاجين سلام. نعم، يعني فعلا رحلة خليني أقول تاريخية، فنية، ثقافية، تراثية، بكل شيء فيها. يعني بدنا نشكر كل القائمين على العمل بأدق التفاصيل، من الغناء للتصوير للمونتاج لكل شيء، لأنه فعلا أخذتونا لرحلة حسينا حالنا عم نزور كل هالبلدان اللي حضرتك حكيت عنها. والسلام بي يعني أنت كنت عم تطلع، ويمكن بلحظة الواحد عم يتذكر بين هاي الحجارة اللي مشيتوا فيها قديه في إلنا ذكريات حلوة، قديش في ربط كان ما بين حجارنا التاريخية واللي لاحظتي بين غرناطة وقصر الحمراء، لما مننقل من شوارع الشام، لما مننقل لقاسيون، كل هاي الآثار الحلوة هي مربوطة تاريخيا مع كل العالم. طيب وفنيا خلينا نرجع نذكرهم الرسالة مثل ما انتصرت. هلا نحن بعد 10 سنين بنقول قد ما حاربونا بس ضل في عنا حب وحياة انتصر على هالإرهاب وهالموت، عنا طاقة مستمرين. مايسترو متفائل اليوم، بدي أتمنى لك كل التوفيق. بدي أشكرك أول شيء على الطاقة الحلوة اللي دائما بتعطينا إياها كل ما تكون موجود، ويمكن على كل الحفلات يلي عم تخلينا مو بس نرجع لورا نتأمل ببكرة بشكل كتير كبير. إن شاء الله يا رب يكون كل نداء طلع من حضرتك يكون له صدى كتير كبير، لأنه نحن أكيد بحاجة شبابنا وبحاجة لهي الطاقات الحلوة والأصوات الراقية والفن الراقي. بدي أتمنى لك كل التوفيق مايسترو. شكرا كتير. بدي أتشكر استضافتكم، كل اللي وراء الكاميرا، الجنود المجهولة، كل فريق الإخراج، والمحطة الغالية على قلبي كتير، وين ما رحتوا لحقكم. صباح الخير للجميع. نحن لحقينك مايسترو. صباح الخير لكم، وإن شاء الله نهار سعيد للجميع. شكرا. أكيد. نحن كنا كتير مبسوطين اليوم أنه هيك ضيف عزيز علينا ومايسترو قامة فنية بنفتخر فيها. شكرا. نحن يعني عم نعطيك ولو شوي من حقك، أنت بتستاهل أكتر. شكرا. أكتر من هيك، وإن شاء الله دايما بنكون هيك مع أعمالك المميزة اللي عم بتصون فيها ذاكرة ثقافية مهمة ببلدنا. نهار حلو للجميع. شكرا. إن شاء الله نرجع نسمع الغنية سوا. نضل عم نسمع أدابتك. شكرا لك مايسترو. شكرا.